وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بتلامذتي الأعزاء، نبدأ اليوم معكم حصة التربية البدنية. سوف نقوم بعدة حركات رياضية من أجل استرجاع اللياقة البدنية وكسر روتين يومي. في هذه الحصة يجب علينا أن نطبق بعض الحركات الرياضية في المنزل. وقبل بدء بتمارين رياضية نقوم أولا، حيث نركز عليها كثيرا، يجب عليكم أن تقوموا بالجري الخفيف لمدة 10 دقائق. بعد ذلك نقوم بالحركات الآتية. في هذه الحركة نقوم بفتح الأيادي والأرجل معا ونعد الحركة 30 مرة. نجمع اليدين وفتح الأرجل قليلا ونقوم بعملية من الأعلى إلى الأسفل، ونعد هذه الحركة 20 مرة. أحبائي التلاميذ، كل حركة نقوم بها يجب علينا إعادتها 3 مرات حتى يكون الجسم أكثر نشاطا. هذه الحركة نقوم بتحريك اليدين والأرجل معا، نعيد هذه الحركة 20 مرة. نقوم باسترخاء قليلا مع عملية شهيق زافير، ونعد هذه الحركة 30 ثانية من أجل أخذ نفس جديد واستمرار في حركة الموالية. الأخيرة من الحصة نقوم بعملية تحريك اليد اليمنى مع الرجل اليسرى واليد اليسرى مع الرجل اليمنى، نعد هذه الحركة 20 مرة. أعزائي التلاميذ، إن هذه الحركات مفيدة للجسم، تعطينا لياقة بدنية ممتازة. كما ذكرنا في الحصة أن كل حركة قمنا بها يجب علينا إعادتها 3 مرات. إلى هنا أعزائي التلاميذ، انتهينا من الحصة. إلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله.